ما نوريكم كيفاش نصاوبوا واحد سابلي اولا كوكيز حار. ديك المره وريتكم كيفاش نصاوبوا المالح، اليوم غنوريكم كيفاش نصاوبوا الحار. الوغ عندي لهاد الوصفه هذه عندي 250 غرام دقيق ابيض، عندي هنايا قياس واحد معلقه صغيره ديال الملح وفلفل اسود. طبعا هنا كنقلوا الملح والفلفل الاسود، عفوا الملح والفلفل الاسود والحار كيكون غالب، لان دابا ما غنديروش مالح غنديروه يكون حار. بالنسبه للناس اللي ما كياخذوش الحار فممكن يديروه مالح او لا يدخلوا فيه شويه نسمه ديال زعتر او لا يزير روزميري او اي حاجه كيبغيو باش يبدلوا النكهه. الوغ هنا كيف كتشوفوا انا درت الفلفل الحار اللي كيكون حار جدا، هذا بزاف كيكون حار. ممكن الناس اللي كيبغيو الحار غير قليل يستعملوا غير الفلفل الحار البودره. هنا عندي واحد جوج قطع ديال جبن مربع، هنا عندي واحد 60 غرام ديال الزبده، وغناخذ واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بالياغورت، مي انا كنفضل زيت الزيتون لان كيبقى صحي كيجي رائع. صافي غنجمع بالماء هاد العناصر كامله اللي عندي. الوغ كيف قلت لكم غنجمعوا العجين بالاطراف ديال الاصابع وغنسعنوا بالماء باش نكملوا به الا خصنا السوائل. طبعا العجين ما كنبلكوش والماء راه بارد، يعني الماء عادي ماشي سخون ماشي يعني عادي، ما نحتاجوش نسخنوه. فوالا كنحاولوا اننا ندمجوا هاد العناصر هذه ديال الزبده والجبن اولا الفرماج اللي درنا مع هذاك الزيت الزيتون والملح والفلفل الاسود. كيف كتشوفوا هنا راه ما درنا لا بيكين باودر لا بيض لا يعني ما فيهش خميره. فوالا دابا غنبدا نضيف شويه الماء تدريجيا، ولكن نحاول ندخل هذيك الزبده مزيان مع الدقيق. حاولوا تستعملوا الزبده عاديه باش يعطيكم لوغو وباش يجيكم ناجح، لان كيف كتعرفوا الزبده عاديه كتعطي حتى المذاق احسن من الزبدات الاخرين. فوالا غنضيف غير القليل، نحاول نجمع حتى نحصل على واحد العجين لين. هاد العجين هذا ما نحتاجوش اننا نخليوه يرتاح، فاحنا مباشره غنخدموه. كتشوفوا معايا كنضيف الماء تدريجيا باش ما تشرش لي العجينه عاوتاني تولي عندنا رخوه بزاف، احنا كنضيفو بالتدريج. سي بون جو بونس دابا بان العجينه صافي، ما بقيتش غنضيف لها الماء. سي بون دونك كيف كتشوفوا معايا هذا هو شكل العجين بعد ما كنجمعوه يجي بهذا الشكل هذا. فدابا غنجيب ورق الزبده باش نسرحو فيه العجين، ومباشره غنجيب الصينيه اللي غنحط فيها البسكوي ديالنا. انا دابا هنا غنجي غناخذ العجين اللي سبق لي وحضرناه، نحاول نشغل قليل من الدقيق، ممكن تستعملوا ورق الزبده ممكن بلاستيك، انا كنفضل البلاستيك كيجي احسن. نشغل قليل من الدقيق وغناخد العجين ديالنا. غنحاول هنا انني نسرحو ونسرحو بشكل رقيق.
طبعا ما كنرقوش بزاف لان هنا العجين ما فيهش الخميره. الوغ هنا كيف كتشوفوا بعد ما سرحنا العجين انا راه في هاد الاثناء هادي كندير الفرن يشعل على 200 درجه من الفوق ومن التحت، لان في هاد المراحل الاخرى كنحاولوا اننا نديروا الفرن يسخن لان كيكون العجين في الخدمه مباشره. فوالا غنجي هنا دابا ناخذ قطعه بالشكل اللي بغيت، ممكن دائري ممكن مربع، اي قطعه كتفضلوا. وغنجي نقطع كيف كتشوفوا معايا، هذا هو السمك اللي خلينا. كنحط البسكوي في الصينيه كنديروا فيها ورق الزبده، تبتوا ديما ورق الزبده بالقليل من الزيت باش تجيكم سهله. طبعا لشتو العجين كل ما كتخدموا به كل ما تعودوا تزيدوا تسرحوه، لان هذا كيف قلت لكم ما ترقوش عاوتاني بزاف لان ما فيهش الخميره فما غاديش ينتفخ عندنا، انما بغيناهم يجيو مقرمشين ومزيونين ما يكونوش عاوتاني غلط بزاف. فوالا نقطع بهذا الشكل هذا الدائري. طبعا انا القطعه اللي عندي الحجم ديالها شويه دائري كبير، ممكن تستعملوا لي اصغر كيبقى اختياري. فوالا كيف كتشوفوا معايا الشكل هذا كيجي رائع. الوغ بخصوص اللي بغى يخليها هكا سامبل يعني كيف ما قلنا غير بالحار، ممكن اللي ما بغاش ممكن يزينوا يعني باي بذور كيفضل. انا غندير بذور السمسم وزرع الكتان والباقي غنخليه سامبل، يعني باش يجيني واحد هكا سامبل غير حار وواحد فيه البذور كي غتشوفوا معايا، كيجي جميل وصحي في نفس الوقت. فوالا دونك كنستمر بالتقطاع حتى نكمل العجين اللي عندي، والفائض اللي كيبقى لنا ديال العجين ما كندلكوش ما كنعاودوش كنجمعوه بطريقه بحال اللي كنجمعوا لاباط فيتي اولا اي عجين ما كيتسلكش. الوغ هنا كيف كتشوفوا معايا عندي العجين اللي حطيت اولا البسكويت ديالنا هو درتو في الصينيه. هنا عندي ابيض بيضه غادي ناخذها درت عليها واحد المعلقه صغيره ديال الحليب كيف كتشوفوا معايا، ممكن ديروا شويه الخل باش تحيدوا الزفار صافي ديال البيض. فوالا خلطها شويه هكا وغنجي غنبدا ندهن بها القطع اللي بغيت ندير فيهم بذور الكتان والسمسم. طبعا الاخرين اللي غنخليهم سامبل فاحنا ما كندهنوهمش، نحاول انني نمش مزيان صافي. وكنجي هنا كندهن اللي بغيت ندير ليه مثلا بذور الكتان اولا سمسم اولا ممكن ترشوا زعتر، ممكن تخليهم كيف قلت لكم هكا سامبل كيجيو رائعين حتى في المذاق، كيجيو غير فيهم الحار بوحديتو كيبقى اختياري. انا ديما كنبغي نوع وكل واحد ياخذ اللي كيناسبو واللي كيعجبو. فوالا كندير هنا السمسم بهذا الشكل هذا شكل كثير كيف كتشوفوا معايا، كنضغط هكا باطراف ديال الاصابع عادش كيبان لكم فوالا باش يثبت عندي السمسم اولا الجنجلان فوق القطعة. دونك كنضغط عليها بحال هكا كنتاكد انها ثبتت عندي في البسكوي. فوالا كيف كتشوفوا صحيه كما قلت لكم، لان بذور السمسم والكتان فهما بذور السمسم غنيه بالمغنيسيوم وبذور الكتان غنيه بالكولاجين، وسبق لي وقلت لكم عليهم شحال من مره انهم مفيدين. حاولوا تدخلوهم في الاكل اولا في الكوكيز اولا في السلطات خصوصا الاطفال. انا هادو غندير لهم بذور الكتان بهذا الشكل هذا
الوغ حنا هادو راه ما حمصتهمش علاش؟ لان غيدخل الفرن، فانا ما محتاجش انني نحمصهم ويدخل الفرن، راه يتحرقوا لي البذور، فغير هكا مباشره كنستعملهم. وضروري تغطوا باش تثبتوا البذور فوق الصابلي ديالنا. طبعا كندير كميه غنيه صافي. دابا غندخلهم للفران حتى يطيبوا وياخذوا يبانوا لي يتحمروا، ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. صافي تغطوا وتحطوا البذور. ممكن كيفت ليكم ديروا غير زعتر، ممكن ترشوا فوق الفرن حار من الفوق، ممكن تخليهم هكا سامبل كيف هادو اللي عندنا هنا. فوالا كيف كتشوفوا معايا، هادو غنخليهم سامبل حيت انهم يجيونا غير بالحار. فوالا انا هنا كيف كتشوفوا، كيف قلت لكم هادو ما كنعجنوهمش، انما كنحاولوا اننا نجمعوهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا بحال هكذا. حاولوا اننا ما ندلكوش العجين، كيف كتشوفوا العجين رطب بزاف ورائع. حاولوا انكم ما تدلكوش باش ما يجيكمش البسكويت من بعد مدقس ويابس. نسرح باش نوريكم ان العجين ما كيتحتاج تلكيه باش تجمعيه. هما كيف تشوفوا نسرحوه مزيان، وعلى كيف شفتوا معايا فهو ما كيتحتاج انك تلكيه، غير مباشره كديري ليه ديك الطريقه وكتسرحيه كتخدمي به. اذا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال السابلي الحار اللي صوبنا، اولا البسكوي الحار اللي صوبنا. طبعا ما غتسناش حتى يكملوا الصينيات الاخرين لان فريمون جرحت ايدي، ف باش يلاه يلاه درت لكم غير الصينيه الاولى باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كيف كتشوفوا معايا فهما كيجيو جميلين ورائعين بهذا الشكل هذا. طبعا كتخليهم حتى كيتحمروا باش كيجيو في نفس الوقت مقرمشين، كيجيو رائعين. كيف كتشوفوا هادو اللي كيكونوا سامبل رائعين، كنتمنى انكم تجربوهم. بصحة وراحة، باي باي.